سلام الله يحن عليك، كان شايف حالك مالك حسنان تفز على الشغل، عود رخي بدان. لا لا يا بي ما فيني البلا الحمد لله وبقدر اروح على الدكان. بالله لا تروح لك اخي. لا اختي انا ما بحب قعدت البيت. يلا معلش شو علي؟ الله يحن عليك، ابي معتز الله يرضى عليك، سويني ترتاح الدكان انا لحالي. مشي يا بي مشي. يا اخي يا سام، شو على بالك تاكل اليوم؟ انت شو على بالي؟ انا عامل حسابي اعمل لك مقلوبة. مقلوبة مقلوبة، انت شو ما بتطبخي بركة من ايديك. يا الهي خلي لنا اياك يا رب. بس كتري اللحمات ها؟ ايه مو على عيني وراسي. متس الشاي هابك وما هابك والف رحمه على اللي جابك البانتك بتطق وبابوجتك بتلق وجوزك يا لطفيه بنت فريال وحماتك تدق وتتزلل على ابوابك مرحبا سيدنا. أهلين سيد عصام. سيدنا أنا عاوزك كلمتين. خير يا أبني. تفضل تفضل. يلا يلا. تفضل سيد عصام تفضل. يلا يلا يلا. مرق ثلاث أيام ولسه ما صار شيء مزكي. لك لا تكون أم عبد الله عم تكذي. إيه لا مو حلوة تحكي هالحكي أنت. شلون مو حلوة؟ هي خلصت المدة اللي حكيت عنها أم عبد الله. لك أريضة أرضك شو بتنسي؟ مو هي قالت لك بتجيكي أول إشارة عند الظهر بعد ثلاث أيام؟ إيه والله نسيت. روحي تضربي أنت وهالراس اللي نادعتيه. هلأ المهم ساويتي كل شيء قالت لك عليه أم عبد الله؟ بالحرف. ورشيتي مي على السقاطة؟ أهم شيء السقاطة. تشتشت تشتشي كتير منيح. الظهر رح تشوفي صهرك عصام جاي لعندك وناخخ راسه وعم يطلب منك لطفية وراح يبوس رجلك على ما توافقيها.
الله يسمع منك يا حق. جيت لطفيه لعد تحكي شيء. ما قلتي لي شو رح تساوي على الفطور اليوم؟ عم بيقول لي عقلي انه اعمل شويه ملوخيه وكواج وصحن فول مدمس. ان شاء الله صحتين والف هنا يا حق. على قلبك. ام بدك تفطري عنا اليوم؟ لا تقبريني ما بحسن. يلا خاطري. الله معك. هذا اخر كلام عندك سيد عصام؟ ايه سيدي، وبترجاك انك تروح هلا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، استغفرك واتوب اليك. هو بعتلك تقولها يا شيخنا؟ ايه نعم هو بعتني، كنت بتمنى ما يصير هالشي. بس وليش ما يجي وينطقها هو؟ من تمه بتطلع احلى. ما بعرف، وما على الرسول الا البلاغ. يعني يا شيخي هو قالها؟ ايه يا بنتي قالها ووكلني فيها. ما زالوا قالها. ولو خلصنا يا شيخنا، ليش عم تماطل فيها؟ يا بنتي عصام وكلني لك، انتي طالق. الله يخرب بيته مثل ما خرب بيت بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء. وشو بدك تاخذي من البيت قليله مشان نجيب لك إياه؟ وبعت مصاري، هدول حق البنت تعطيه إياهم. لا تأخذيني يا بنتي، أنا ما قصرت وحاولت أقنعه بس كان ناهيها. كتر خيرك يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. شو سيدنا؟ طمني سيدنا. يلي بدك يا صار، ما بدي إلا غير الله يسامحك ويهديك ويصلحك. يعني كنت تروي شوي بلكي تنصلح الأمور بيناتكم. هيك أحسن سيدنا، هيك أحسن. لا تواخذي. شوفي لك أبي، على شو مجموعين هي؟ يا أبي خلي عصام يحكي لك. شوفي عصام، لك أبي ليش طلقتها؟ لك مو حرام عليك تكسر بخطر المخلوقة هلا والدنيا عيد؟ أشهد أن لا إله إلا الله. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. يا أبي ما سمعت كلمتي، وهي أصل الفضيحة اللي صارت بالحارة. لك أبي بتقوم بتطلقها، بتطلقها. لك يا أخي حرام عليك، لطفية ما لحدا، الله يسامحك بس. أختي، لا بقى حدا يتدخل فيني، أنا بعرف شو عملت شو ساويت. يعني شو؟ فكر كسر خاطر المرة سهل؟ إيه والله والله لا تبكي ليل نهار على عملتك. أوهو علينا، حبكيت، هلأ حبيتوها. على إذنك يا أبي. إيه هلأ حبيناها. إيش مين قال أساسا إنه نحن بنكرهها؟ الله يصبرها لهالمسكينة. لك أبي أنت ما تربيت من طلاق أمك، ما تربيت. يا أبي أنت بتعرف شو كان عم يصير؟ ما بيصير لك أبي ولو كان. لك أبي مشاكلك لازم تاخذها بمهدوي، بتعرف شو يعني الطلاق؟ والله خرب بيت لك أبي، هذا خرب بيت. ولا أخي شو ناوي تساوي؟ ولا شيء، خليها ملحوشة عند أمها. يعني شو ما بدك ترجعها؟ أختي مشان الله لا بقى حدا يفتح لي هالسيرة بنوبها.